بزاف وكنشكر المديرة والأساتذة، كنشكر هند وأمين الأنصاري وهند برمالي على هذا المجهود اللي دار مع هاد الوليدات، لأنه الله سبحانه وتعالى الله يجازيهم بخير. أنهم وقفوا معنا بزاف في هاد الوليدات باش حنا قدروا وليداتنا ينجحوا الله يجازيهم بخير. أنا فرحانة بزاف، عندي جوج وليدات الحمد لله، واحد طلع الرابع وواحد طلع الثالث. الحمد لله بفضل المجهود ديال المربية ديال الجمعية، وهما في الدمج كانوا ديما كياخذوا الدعم من الأساتذة ديال الجمعية وكياخذوا المساعدة، وقفوا معنا الله يوقف معهم الله يجازيهم بخير، والله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يجازيهم على هذا المجهود وعلى هذا الشيء اللي داروا معنا على هذه الوليدات، والله يصيب الحمد لله. من المستقبل ديالي ان شاء الله انا ما كرهتش وليداتي، ان شاء الله يوصلوا وياخذوا السادس الرابع، ياخذوا الباك الا بغى الله سبحانه وتعالى على شلة. وكنشكروا امين الانصاري وهند برمالي على هذا المجهود الجبار، لانهم مساعدين في الترونسبور، مساعدين في الايواء ديالهم في وقت معايا كيتغداو في الجمعيه يعني كل يوم، ان المساعده ديال الجمعيه ما كناش غنقدروا وليداتنا نوصلوهم ينجحوا. صراحه انا ما في حاليش وما عنديش وداك الشيء ما نقدرش، وراجلي حتى هو ما في حالوش ما نقدروش هاد الوليدات نوصلوهم لولا المساعده ديال الجمعيه وداك الشيء ما نقدروش، والله يجازيهم بخير وشكرا بزاف. وكنتمنوا لهم ان شاء الله في الدراسه ديالهم واحد المستقبل ظاهر، وكنتمنوا ان شاء الله الامين الانصاري وهند برمالي كنتمنى لهم واحد المسار زاهر ان شاء الله ويوصلوا ويكونوا في المستوى ان شاء الله. بطبيعه الحال انا فرحانه، لولا جمعيه ولدي ما غاديش يوصل. الحمد لله الحمد لله زعما قدموا لهم مساعده كثيره، لا من جانب القرايه لا من جانب النفسي، من ناحيه الاطباء يعني كيديروا لهم الترويض وكل شيء. ولدي ما كانش كيعرف يهز السيلو ويكتب حتى حرف، الحمد لله ولا كيقرا دابا ولا كيعرف يكتب، الحمد لله تحسن بزاف. لولا الجمعيه ولولا الاطر اللي مساعدينهم انا كنشكرهم من هذا المنبر بزاف، لا المديره ولا الرئيسه والاساتذه المؤطرات كلهم الحمد لله زعما قدموا لهم مساعده كثيره. دابا غادي يطلع الرابع ان شاء الله، الحمد لله كنتمنى ليه الخير من هنا لقدام ان شاء الله نشوفه ناجح وواصل ان شاء الله في حياته لا هو ولا كاع الوليدات كامل.